مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الثامن في مدرسة الأندلس، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس الوحدة الأولى، طبيعة المادة ومكوناتها. الدرس الرابع: هل جزيئات المادة الواحدة متماثلة أينما وجدت؟ موضوع درس اليوم: تركيب الماء. أهداف الدرس: الهدف الأول، يستنتج الطالب تركيب عينات مختلفة من الماء. الهدف الثاني، يذكر النسبة بين العناصر المكونة للماء. التهيئة: هل الماء الموجود في قطر عنصر أم مركب؟ طبعا كما نعلم أن الماء عبارة عن مركب يتكون من عنصري الهيدروجين والأكسجين. أمامنا جزيء الماء يتكون من ذرتين من الهيدروجين وذرة من الأكسجين، إذن جزيء الماء يحتوي على ذرتي هيدروجين وذرة أكسجين. الصيغة الكيميائية للماء H2O، ونلاحظ هنا في هذه الصيغة عند H كتبنا 2، الـ H هو رمز العنصر الهيدروجين كما هو موضح بالشكل. كم ذرة H؟ يوجد ذرتين، لذلك نكتب 2 عند الـ H، صارت H2. أما الـ O فهي عبارة عن ذرة واحدة، لذلك لا نكتب رقم عند الـ O. يبقى الـ O رمز للأكسجين، أما الـ H رمز للهيدروجين. 2 عند الـ H معناه أن ذرات الهيدروجين ذرتين، أما الأكسجين بدون أرقام، وهذا يعني أن الأكسجين عبارة عن ذرة واحدة. هل الماء الموجود في القارة المتجمدة الجنوبية اللي هي تسمى أنتاركتيكا، هل له نفس تركيب الماء الموجود في قطر؟ الماء الموجود في قطر والقارة المتجمدة وأي مكان في العالم له نفس التركيب. النشاط الأول، هل الماء التركيب نفسه دائما؟ كما نرى في هذا الجهاز، هذا الجهاز يسمى فولتمتر هوفمان الموضح في الشكل، أو يسمى جهاز التحليل الكهربائي. نملأه بعينة ماء من دولة قطر، ثم بعد ذلك نضيف إليه قطرات من حمض الكبريتيك المخفف لتوصيل الكهرباء. أضبط وحدة الجهد على قيمة 9 فولت، ثم لاحظ مع زملائك ما يحدث عند القطبين. طبعا يجمع المعلم الغاز الناتج عند كل قطب، هذا القطب السالب يتجمع غاز موجود هنا، وأيضا عند القطب الموجب يتجمع غاز موجود في هذا المكان. ثم بعد ذلك نفحص الغاز الموجود باستخدام عود خشبي متوهج أو عود خشبي مشتعل. لماذا نمرر تيار كهربي؟ لماذا نوصل هنا بالتيار الكهربي؟ لكي نكسر الروابط الموجودة داخل الماء، يبقى تكسير الروابط الكيميائية بين الذرات في جزيء الماء. سؤال التالي، لماذا نضع حمض الكبريتيك في الماء؟ كما وضحنا الآن، حمض الكبريتيك لتوصيل التيار الكهربي. موجود أمامنا الآن هذه التجربة، كما وضحنا هذا فولتمتر هوفمان، هذا موجود عند حجم رقم 4، وهنا حجم الماء عند نفس الحجم. نضبط فرق الجهد عند 9 فولت أو 6 فولت، نصل قطبي التيار أو قطبي البطارية بالفولتمتر هوفمان، ثم نضع هنا الماء ونضع به قطرات من حمض الكبريتيك. نلاحظ هنا وجود غاز يتصاعد في الأعلى عند القطبين، فنجد أنه تكون غاز في هذا الطرف، وعند القطب الآخر أيضا تكون غاز. نلاحظ أن الغاز المتكون هنا هو غاز الأكسجين، أما الغاز المتكون هنا فهو غاز الهيدروجين لأن حجمه أكبر، كما سنوضح في الشكل بعد إجراء التجربة. كما نرى هنا غاز الهيدروجين حجم أكبر من هذا الغاز، لذلك هذا غاز الأكسجين أما هذا غاز الهيدروجين. نكشف عن هذا الغاز، نقرب عود ثقاب مشتعل، هنا يشتعل بفرقعة، نسمع صوت فرقعة حتى تظهر فيه اللهب، حدثت فرقعة الآن.
نكشف عن الغاز الموجود في الطرف الآخر هو غاز الأكسجين. هذا لا يسبب فرقعة وإنما يزيد الاشتعال فقط. يبقى نقرب العود المشتعل فنجد أنه يزيد الاشتعال. هذا يدل أن الغاز الموجود هنا هو غاز الأكسجين. ما الذي تلاحظ حدوثه عند القطبين؟ طبعا يتصاعد غاز عند القطبين. ما حجم الغاز الذي ينتج عند كل قطب؟ عند القطب السالب يتصاعد 34 ملي لتر من الغاز، أما عند القطب الموجب يتصاعد 17 ملي لتر من الغاز. السؤال التالي: ما العلاقة بين حجم الغاز الناتج عند القطب السالب والناتج عند القطب الموجب؟ طبعا عند القطب السالب ضعف الناتج عند القطب الموجب. يبقى حجم الغاز الناتج عند القطب السالب ضعف حجم الغاز الناتج عند القطب الموجب. ما الذي حدث عندما فحصت الغازات باستخدام عود خشبي متوهج؟ عند تقريب عود خشبي متوهج لوحظ الآتي: أن الغاز الناتج عند القطب السالب أصدر صوت فرقعة، وهذا يعني أنه غاز هيدروجين. أما الغاز عند القطب الموجب فقد زاد من توهج العود الخشبي المتوهج، وهذا يوضح أنه غاز الأكسجين. ما الذي حدث عندما فحصت الغازات باستخدام عود خشبي مشتعل؟ نفس الشيء، الغاز عند القطب السالب يصدر فرقعة، أما عند القطب الموجب يزيد الاشتعال فقط. ماذا نستنتج عن الغازات الناتجة عندما يتفكك الماء؟ كما وضحنا أن الغازات الناتجة هي غاز الأكسجين وغاز الهيدروجين. غاز الهيدروجين عند القطب السالب، أما غاز الأكسجين عند القطب الموجب. اقرأ النص الآتي: الجزيئات متناهية في الصغر، فالغاز مثلا تتخلل جزيئاته فراغات كبيرة، ومع أن جزيئات الهيدروجين أصغر من جزيئات الأكسجين، فإن الفراغات الكبيرة بين الجزيئات تجعل 100 جزيء أكسجين يشغل الحجم نفسه الذي يشغله 100 جزيء هيدروجين. ماذا نستنتج عن أعداد جزيئات الغاز الناتجة عند كل قطب؟ طبعا نستنتج أن عدد جزيئات الهيدروجين الناتج من تحلل الماء يساوي ضعف عدد جزيئات الأكسجين. توصل إلى استنتاج يتعلق بنسبة الهيدروجين إلى ذرات الأكسجين الموجودة في جزيء الماء. كما قلنا أن نسبة الهيدروجين إلى الأكسجين في مركب الماء هي 2:1. سؤال 9: هل تملك كلتا العينتين نسبة ذرات الهيدروجين إلى ذرات الأكسجين نفسها؟ طبعا نسبة الهيدروجين إلى الأكسجين في مركب الماء متساوية في العينتين. نسبة الهيدروجين إلى الأكسجين في مركب الماء متساوية في هاتين العينتين أو أي عينة أخرى. يبقى إذن حجم غاز الهيدروجين 34 ملي والأكسجين 17 ملي في العينة A، أي تكون 2:1. أما في العينة B فبتكون 10 ملي إلى 5 ملي، أيضا نفس النسبة بنسبة 2:1. مما يتكون الماء كما وضحنا من ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين. ما الصيغة الكيميائية للماء H2O؟ أكمل الجدول التالي موضحا مما يتكون جزيء الماء مستخدما الشكل الموضح: اسم العنصر، طبعا العنصر هو أكسجين إلى هيدروجين، رمز العنصر O للأكسجين و H للهيدروجين، عدد الذرات، الO بتكون ذرة واحدة أما الهيدروجين عبارة عن ذرتين. إذن ما نسبة الهيدروجين إلى الأكسجين في مركب الماء في دولة قطر؟ بيكون 2:1. ما نسبة الهيدروجين إلى الأكسجين في مركب الماء في أي دولة أخرى؟ طبعا بتكون نفس النسبة 2:1. الغلق: مما يتكون الماء يتكون من ذرتي هيدروجين وذرة أكسجين. الصيغة الكيميائية للماء H2O. نسبة الهيدروجين إلى الأكسجين في مركب الماء في قطر بتكون 2:1، وأيضا النسبة في أي دولة بتكون 2:1. وبذلك أعزائي الطلاب نكون قد وصلنا لنهاية درس اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.